السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروش بالتعادل. أندر هيريرا هو من قام بتسجيل الهدف الأول بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان، أما كلوب بروش فهانس فاناكن هو من قام بتسجيل الهدف الأول رغم حضور جميع النجوم في فريق باريس سان جيرمان. فريق كلوب بروش يفاجئ الجميع بهذا التعادل، كما أن المباراة عرفت إصابة اللاعب مبابي، والجمهور كان غاضب على أداء باريس سان جيرمان في هذه المباراة.